اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي تراجعت لدى اغلاق تعاملات جلسه الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر البورصه الرئيسي ايجاك 30 بنسبه 43% مسجلا نحو 11471 نقطه و39% من النقطه. كما هبط مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبة 99% مسجلا نحو 2293 نقطة و32% من النقطة. نزل أيضا مؤشر جيكس مع الأوسع نطاقا بنسبة 75% مسجلا حوالي 3326 نقطة و14% من النقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق اليوم، قد جاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 19.89%، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 18.35%، أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 11.51%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.1 مليار جنيه لدى اغلاق تعاملات جلسة اليوم، ليصل إلى مستوى 745 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 4.3 مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل يسعدني أن تكون معي ضيفة في الاستوديو الأستاذة عصمت ياسين خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك يا عصمت. أهلا بك يا فندم. أستاذة حضرتك وسادة المشاهدين، نتابع التقرير التالي حول أداء البورصة ثم نبدأ تحليلنا لهذا الأداء، فابقوا معنا. في جلسة منتصف الأسبوع وصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتراجع لدى إغلاق التعاملات. البورصة تأثرت باستمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب رغم التعافي الملحوظ الذي سجلته أسواق المال العالمية خلال تعاملات الأمس واليوم. كما تأثرت السوق بعمليات مضاربة حادة على أسهم المضاربات وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر 2.1 مليار جنيه ليصل إلى 700.447 مليون جنيه بعد تداولات كلية اقتربت من 4.3 مليار جنيه، تضمنت 2.7 مليار جنيه تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 انخفض بنسبة 43%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 99%، وطالت موجة التراجعات مؤشر جيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 75%. محللون ماليون قالوا إن البورصة تأثرت على مدار جلسات هذا الأسبوع بالتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية خاصة البورصة الأمريكية، ما أدى إلى هبوط مؤشرات البورصة المصرية خلال الأيام الماضية. وبالرغم من تعافي البورصة المصرية بالأمس ما انعكس إيجابيا على أداء بورصات أوروبا وأسيا، لكن البورصة المصرية تجاهلت هذا التعافي. وأوضح المحللون أن الأنباء المتعلقة بالتحقيقات مع بعض المضاربين والمتلاعبين بسوق الأوراق المالية أثرت بالسلب على حركة السوق، ما خلق موجات بيع ضخمة على الأسهم خاصة أسهم المضاربات، مشيرين إلى أن قرار هيئة الرقابة المالية بالسماح لشركات التخصيم بمنح الائتمان لشركات الوساطة في الأوراق المالية لتمويل عمليات شراء الأسهم سينعكس إيجابيا على أداء السوق ككل. وأشار المحللون إلى أن عمليات منح الائتمان لتمويل شراء الأسهم تحتاج لإعادة تنظيم، وقصر الائتمان الممنوح على أسهم الشركات التي تحقق أرباحا وليس الشركات الخاسرة وأسهم المضاربات والتي تحقق شركاتها أكثر من نصف رأس مالها خسائر، بهدف رفع كفاءة السوق ومنع أي انهيارات قد تحدث من الإفراط في منح الائتمان لتمويل شراء أسهم شركات خاسرة. مشاهدينا، بعد أن تابعنا التقرير حول أداء مؤشرات البورصة المصرية، نبدأ تحليلنا لهذا الأداء مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة عصمت ياسين خبير أسواق المال. أستاذة عصمت، يعني في متابعتنا للتقرير، السوق الأمريكية تراجعت ومن ثم انعكس على السوق الأوروبية والآسيوية، ارتفعت السوق الأمريكية ب 600 نقطة تقريبا يعني، وانعكس أيضا بالإيجاب على السوق الأوروبية والآسيوية، ولم تستجب البورصة المصرية. الأسباب وراء هذا التراجع
المستمر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا صحيح دلوقتي احنا في تراجع موجود تقريبا من اول شهر مارس او هنقول من اول الاسبوع، اول يوم كان اخر يوم في شهر فبراير، فكنا بنزعم بان ده كان تقفيل المراكز الائتمانيه خلال شهر فبراير في اخر يوم، فكان طبيعي ان احنا نشوف التراجعات القويه دي وان يحصل بعض التراجع خاصه على الاسهم المضاربيه واسهم الافراد زي ما بنسميها كده، اسهم الافراد الصغيره. تمام. اللي كانت موجوده في مؤشر ال70، فاحنا شفنا ان مؤشر ال70 هو اللي بدا رحله الهبوط زي ما بدا هو رحله الصعود خلال شهر عام 2020، هو اللي بدأ دلوقتي رحلة الكوركشن القوي شوية اللي يعتبر أول كوركشن دي خلال العام الحالي. بالنسبة للمؤشر الرئيسي، لا هو المؤشر الرئيسي لحد هذه اللحظة هو بيتحرك في شكل عرضي إذا جنبنا حركة السهم البنك التجاري الدولي، هو السهم القيادي بالرغم من أن احنا في المراجعة الأخرانية نزل من نسبة الوزن النسبي ليه في خلال المؤشر 7%، إلا أنه برضو لازال يستحوذ على النسبة يعني الأكبر بالضبط. وزائد كمان هنضيف ان احنا كل الاستثمارات الاجنبيه داخله على السهم ده بالذات، السهم ده له جاذبيه اكتر في الاستثمارات الاجنبيه، ده دلوقتي بيحذو جنبيه وبيخطو جنبيه نفس الخطوات في السهم الجديد اللي بدا يدخل جديد، سهم فاول اللي اخذ دلوقتي تاني وزن نسبي في المؤشر الا انه لسه لحد هذه اللحظه ما رجعش تاني لرونقه الاولاني. اذا جنبنا السهم ده اساسا بحركته كلها وببطئه، لا هنلاقي ان المؤشر الرئيسي بالاسهم كتير بدات تعلى وتصعد اكتر من 70% وصولا ل 100% من التراجع اللي شفناه خلال 2020. تمام. بالنسبه لربطنا الانترا ماركت عموما مع المؤشرات، فاحنا هنقول ان احنا لسه لازلنا احنا بورصه ناشئه، احنا ما بنتاثرش بالقوه دي بل بالعكس احنا ممكن نكون احنا بنكون سباقين، مش رياده مننا لا، بس لاننا احنا صغيرين فبنكون احنا بنبدا الحركه الصعوديه الاول وبعدين هم بيتلونا، او بنبدا الحركه الهبوطيه الاول وبعدين هم بيتبعونا. احنا حاليا في حركه كوركشن، متوقع ان احنا نشوف حركه الكوركشن دي بعد كده شويه على الداو، وهنشوفها كمان على الاسواق الاوروبيه. خلي بال حضرتك برضو ان الداو برضو منتظر تصحيح قوي جدا بعد ما وصل لمنطقة 31، وهي كده منطقة لسه اول مرة يدخل فيها، فطبيعي جدا احنا مش عارفين فين المقاومة القادمة علشان يتوقف عندها، فاحنا منتظرين تصحيح قوي. طب بس تصحيح معلش عفوا المقاطعة، يعني تصحيح عند 31000 نقطة غير تصحيح عند احنا 11500 600، بالزبط. مش عارفين نوصل لل 12 بقالنا سنة يعني. ده بالنسبة للرئيسي، لكن هتكلم على المؤشر مرة واحدة، لكن اخفقنا ان احنا نستمر صحيح. فيه لان احنا برضو لازلنا لحد هذه اللحظة احنا بعيد قوي عننا في غياب كامل للمؤسسات الاجنبية والمؤسسات العربية. بدأنا نشوف مضاربات سريعة حقيقي لصناديق الاستثمار العربية، الا انها مش بالكم الكافي اللي تقدر تحرك السوق وترجع له الباور بتاع زمان. موجود الباور ده فين؟ موجود في مؤشر السبعين. مؤشر السبعين محدد الاوزان من فبراير 2020 من اول ما اعادت هيكلته وبدأ يكون بوزن سعري محدد اللي هو الويتد، بدأنا نشوف فيه رالي صعود قوي بعد ما كنا لحضرتك تفتكر كنا زمان كنا دايما بنشتكي من مؤشر السبعين انه ما بيتحركش وانه غير معبر تماما، بل بالعكس هو دلوقتي الافضل صحيح. على جميع المؤشرات هو الافضل اداء، بلس كمان ان احنا كنا في الاول بنقول الاسهم المضاربيه دي بيشتغل فيها الافراد بس والمؤسسات وصناديق الاستثمار، لا السنه اللي فاتت بالظبط 2020 بدأنا نشوف اجتماعات مع مديري الاستثمار عشان يدوروا في الاسهم بتاعت المؤشر السبعين واتجهوا ليها فعلا. مش بس كده حضرتك، احنا كمان مؤشر بورصه النيل بدأ يدخل كمان في حيز المنافسه وبدا يشهد قوه شرائيه قويه وبدات تتحرك الاسهم دي سهم ورا الثاني اتباعا. بس هل هو السلوك المضاربي هو سلوك يعتبر داعم للمؤشر ان هو ما يعملش حركه تصحيح عنيفه قد تؤدي الى شكل من اشكال الهبوط، خصوصا ان المساله المضاربيه دي محسومه ما بين الربح وايقاف خساره يعني وبارقام عاليه يعني. تمام. الاسهم المضاربيه مش ممكن هي اللي هتقوم بالسوق طيب. الاسهم المضاربيه دايما هي بتتحرك وبعدها بتتحرك السوق بشكل تاني، بل بالعكس احنا منتظرين ان احنا اللي بيحصل الكوركشن ده هو يعتبر الاقوى من بعد هيكله المؤشر السبعين، هو اقوى كوركشن حصل ليه على المؤشر السبعين. دي هتكون فرصه ان السيوله تعمل شيفتنج وترجع تاني تدخل بقوه في المؤشر الرئيسي في الاسهم القياديه اللي كانت اساسا هي المعول الرئيسي للماركت ككل، البورصه ككل صحيح. يعني فين مصر الجديده، فين مدينه نصر، فين صادق، كل الاسهم الناس تجون كلها اسهم قياديه وبتحقق نتائج اعمال قويه وليها كمان مستثمر اجنبي ومستثمر عربي عارف السهم ده وعارف قيمته ايه، الا ان لحد وقفه من 2018 بنتكلم ابريل 2018 بالظبط. لا هنقول مثلا من جائحه كورونا واحنا في عندنا انحسار قوي جدا للاستثمارات الاجنبيه، فحصل الانحسار دوت على الاسهم القياديه وده اللي ادى الفرصه للاسهم المضاربيه انها تتحرك، لان احنا كل الفتره دي احنا بنتحرك بالصناديق المصريه المحليه والمؤسسات والافراد. تمام. طب خلينا احنا نتكلم على الاسهم المضاربيه، بيع المؤسسات وصناديق الاستثمار للاسهم المضاربيه النهارده حاله بيع تعتبر يعني شبه عنيفه، يعني بنقول ايه سببها؟ هل هو
عملية التحقيق مع بعض المضاربين والمتلاعبين في مش بعض أول مرة الأسهم ولا إيه السبب؟ خصوصا أن هم بيبقى عادة عندهم استراتيجيات ثابتة يعني. بالظبط. بص حضرتك دلوقتي تلاعب على الأكواد والإيقاف المستمر من هيئة الرقابة المالية، بالعكس أنا شابوه لهذه الحركة، علشان كده أنا مش هيحصل فيه تلاعب، ومش هقول إن في ميكر بيبدأ يمسك ورقة وبيتلاعب بيها وبياخدها من منطقة سعرية بيطلع بيها رالي صعود قوي، رغم إن إحنا شفنا الرالي ده الفترة اللي فاتت كتير وفي أسهم كتير تخطت ال 200% وعدت القيمة العادلة بكتير. ده كان معناه ايه؟ معناها ان هو في ميكر بس هو اللي ماسك الورقه، ولا كان في اساسا عندي سيوله وفي وفره في السيوله مع المستثمرين الافراد، فبداوا يتحركوا مع هذه الاسهم وبداوا يشهدوا معاها الرالي الصعود، زائد كمان ان كان كل الاسهم دي عليها اخبار ماليه ايجابيه، فالاسهم دي اتحركت حركه قويه خلال الفتره اللي فاتت صحيح، واللي استفاد منها اكتر مش المضاربين، اللي استفاد منها المستثمر. المستثمر هو اللي بيبص، مش بيبص النقطه انا هبيع فيها فين. المضارب انا بدخل في النقطه خارج عند النقطه وهخرج عند النقطه دي، انما المستثمر لا، المستثمر اهم حاجه عنده الستوب لوس، ان انا ما اكسرش منطقه الدعم اللي انا لسه طالع منها، انما السهم طالع اللي فين ماليش دعوه، طول ما هو طالع انا طالع معاه، لانه قصير او متوسط، اتجاه صاعد انا طالع مع الاتجاه الصاعد، لان اتجاه صاعد انا ما اعرفش نهايه الاتجاه الصاعد فيه. فهم دول بس اللي استفادوا من رالي الصعود الفتره اللي فاتت، انما المضاربات مش هي ابدا اللي طلعت الاسهم بالشكل ده. طيب واذا حصل بقى ان فعلا نوع من التصحيح والضبط والاحكام والشفافيه وما الى ذلك من اجراءات الرقابه الماليه، ترتب على هذا الامر تصحيح للمؤشر السبعين، هل تتوقع ان ممكن السيوله تتجه الى المؤشر الثلاثين وهي اصلا مرتبطه كاسهم قياديه بالمؤشرات العالميه؟ بالظبط، بالتاكيد هو ده اللي احنا منتظرينه دلوقتي. احنا انا مش بشجع ان احنا هيحصل كوركشن، انا بقول احنا اوريدي دخلنا لداخل الكوركشن، احنا مش عايزين نخاف من الكوركشن ده، احنا عايزين نشوف النقط بتاعتنا ونقدر نحدد نقط ايقاف الخسائر لكل سهم على حده، لان انا عايزه اتكلم على ان المستثمر هو مش خسران، المستثمر طالع بالسهم من مناطق سعريه دونيه قوي عن هذه الارقام الحاليه، فانا لو كسرت منطقه دعم سابقه او مقاومه سابقه دي منطقه خروج بالنسبه لي، وتكون خروج امن وبحقق وبعمل حمايه للارباح، مش هيبقى كمان ستوب لوس، مش هيبقى ايقاف خسائر، لا هيبقى حمايه للارباح، يعني انا اخد السهم من منطقه بعيد وبقفل برده في منطقه بعيد، فانا محققه نسبه ربح مرضيه ليا. السيوله دي المفروض انها تدخل تاني في الاسهم القياديه، ليه؟ مش عشان انا بس بشجع او بروج الاسهم القياديه، لا، لان الاسهم دي لسه ما اخدتش رالي الصعود الخاص بيها، ودلوقتي بعد الانفتاح الجزئي هقدر اقول بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه كلها، وبدات الاستثمارات الاجنبيه تيجي، وده شوف نفس سندات الاستثمار وزون الخزانه، فطبيعي ان هي هتدخل تاني عندي في الستوكس، فهتبتدي تدخل فين؟ مش في الاسهم المضاربيه او مش في الاسهم على الاقل اللي عملت اكتر من 200%، هتدخل في الاسهم القياديه. اذا دخلت في الاسهم القياديه والداو جونز قام بعمليه تصحيح منتظره زي ما وضحتي حضرتك، التاثير هيكون ازاي؟ بالنسبه لي انا هتكون رب دارة النفع، لان لما هيحصل التصحيح هناك السيوله برده هيحصل نفس اللي احنا بنقول عليه، ان هيحصل عمليه الشفتنج عندنا ما بين ال 70 للرئيسي، هيحصل هناك عمليه الشفتنج ده، وهتخرج السيوله دي تبتدي تبحث عن مكان امن للاستثمار بشكل قوي. في الحاله دي احنا لو الارض عندنا ممهده للاستثمارات دي، هنقدر ان احنا نجتذب قدر كبير جدا من السيوله دي، انها تدخل تاني عندنا في الماركت وهتبتدي ترفعنا في منطقه تانيه خالص سعريه جديده، لان انا عندي اخبار ايجابيه كتير موجوده في السوق المصري، انها مفترض انها ترفعني منطقه سعريه اقوى من كده، زائد ان انا كمان على السايكل الزمني انا بدات اوصل لمرحله ان انا لازم ادخل في سايكل زمني جديده، ادخل بيها في قمم جديده. احنا كنا منتظرين منطقه ال 12000 من 2020، لكن ما وصلنالهاش غير مره واحده واخفقنا بانها نسبه فوقيها، احنا منتظرين نرجع تاني منطقه 12300، وبعد كده هنبتدي نشوف مناطق سعريه اعلى. كسر ال 12 يعتبر كسر مقاومه عنيفه يعني. بالظبط، دي بالظبط اخفقنا كذا مره ان احنا نقدر نعديها، فاحنا بمجرد ان احنا نعديها ونسبه فوقيها ده اكيد هيكون باخبار ايجابيه قويه جدا، هتبتدي تتحرك الماركت بشكل قوي. بعض المحللين شايفين ان الاسهم الماليه والصناعيه بما انها عملت عمليه جني الارباحها هتبدا تاني تعاود دورتها، هل حضرتك مع الراي اللي بيتوقع انها تبدا تجتذب سيوله قويه تخلي المؤشر يتجاوز ال 12000 نقطة، ولا رحلتها لسه هتفضل في حالة من الضبابية لترقب السوق العالمية والمحيط والمؤسسات؟ هو مما لا شك فيه ان احنا حالة عدم اليقين موجودة في الأسواق العالمية دي موجودة ومأثرة. لو احنا استفدنا من هذه المنطقة وبدأنا نتحرك بشكل إيجابي وبدأنا نخرج الأخبار الإيجابية اللي احنا محتاجينها في السوق علشان تبتدي تمتص وتجتذب هذه السيولة، ده هيكون بالظبط هيخلينا بنفرش الأرض، بنمهد الأرض للاستثمارات دي انها تدخل عندنا، وهنخرج تماما من المنطقة الضبابية، وهنخرج برضو من المنطقة العرضية ونبتدي ناخد اتجاه صاعد. فاضل معانا ثواني، عايز اعرف برضو من حضرتك توقعات حضرتك لبكره ان شاء الله وقرار الرقابه الماليه بمنح ائتمان
حق الشركات التقسيم لمنح ائتمان لشركات الوساطه بانها تقوم بعمليه شراء للشركات اللي شايفين بعض المحللين لا لابد انها تكون الشركات الرابحه هيكون مؤثر ازاي على السوق. ده بالنسبه للرقابه ده المفترض ان هو كان مطلوب منها من زمان الحركه دي ان احنا نبتدي نعمل اعاده هيكل لشركات السمسره ونبتدي نديها السيوله اللازمه علشان تقدر تمول المارجن. حضرتك عارف ان احنا في الرقابه دلوقتي بدا يقول ان الشراء الهامشي اتحط له قوانين وله اسهم معينه وبيحصل لها اعاده هيكله مرتين في العام، وفي اسهم معينه بتستحق المارجن 100% اللي هو الشراء بالهامش، وفي اسهم لا ما بتستحقش لانها عاليه الخطوره. لما هنعمل قرار التقسيم هيدي فرصه كبيره قوي لكل شركات السمسره ان يكون عندها سيوله ووفره من السيوله تجتذب بيها عملاء جدد وتقدر تحقق العائد المطلوب. وباكر ان شاء الله بكره ان شاء الله هتكون حركه عرضيه، مش عايزين نخاف ومش عايزين نقلق، المفروض ان احنا نكون عندنا استراتيجيه الاستثمار ويكون عندنا دي فرص مناطق شراء قويه جدا، نبتدي نشتري على اجزاء مش بقوه وننتظر مناطق سعريه اعلى باذن الله، لان لسه الماركت لسه فيه اخبار ايجابيه ولسه هيتحرك لاعلى. نبتدي نخفف شويه من الاسهم الصغيره السمول كابس ونبتدي ندخل شويه في البلو شيبس في الاسهم الكبيره بس بشكل جزئي، ان احنا استراتيجيه الاستثمار زي ما حضرتك وضحتي وده كلام تقريبا بيشاور للمؤشر ال 30 هي تقريبا ممكن يكون واعد وان شاء الله هيكون واعد باذن الله وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. استاذ عصمت ياسين خبير اسواق المال حضرتك شرفتينا النهارده ونتمنى ان شاء الله افضل اداء للبورصه المصريه في الفتره القادمه. شكرا لك حضرتك. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج مؤشر النيل، الى اللقاء في حلقه الغد فريق عمل جديد، دمتم في امان الله.